نادي إنبي. وايضا بنتكلم على خالد عوض الحقيقه اللي قدم مباريات عديده بشكل جيد جدا في منتخب الشباب. النهارده مع المنتخب الاولمبي تحت 23 سنه كابتن ابراهيم بيظبط ساعته يبص المنتخب الروسي سيتواجد على محمود صابر. ترجع كوره بدا صوت الجمهور يعلى وبدانا او بدات المتعه في الاقتراب. ادي كوره وراء فؤاد خليل يلعب الكوره بالراس ولكن ارتقاء ورأسية وإبعاد. حلو الكلام. هذه الانطلاقة ممكن يبقى فيها تسديدة خطيرة خطيرة خطيرة. جول 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 جول. بلال مظهر يظهر ويسجل الهدف الأول بعرضية أرضية يحول الاتجاه ويحطها في المرمى. قلت لك المتعة بدأت بالاقتراب ورأفت خليل يصنع الهدف الجميل ويسجل بلال مظهر والظهور الضروري جدا لبلال يسجل الهدف الأول. شوف الكرة والحكاية والرواية. شوف القصة منذ البداية. تلعبت الكرة العرضية الأرضية والتسديدة والمتابعة من بلال. أول كورة أول كورة محمود صابر هو اللي لعبها ولكن المتابعة الجميلة من بلال المتابعة والتحرك السليم من بلال مظهر يظهر ويسجل الهدف الأول. وسجل 105 هدف في مسيرته كلاعب كرة قدم في وسط الملعب. تعود الكرة من جديد. تشتيت على طول من ألكساندرو فيكتور. تعود مرة ثانية عند حاتم سكر. السيطرة والاستحواذ والهدوء مطلوب دلوقتي من لاعبي منتخبنا. محمد طارق يعود من جديد لمحمد السيد في حراسة المرمى. تشتيت بالقدم اليسرى. كرة للأمام. أحمد عاطف يسيبها على طول. انطلاقة موجودة من الناحية اليمنى عند أحمد عيد. ثنائي خطير. أدي العرضية خطيرة ولكن يسيبها على طول حارس المرمى أجستيف ستانيسلاف. شوف الأيام الأخيرة لاعب كان ظاهر بشكل كويس جدا مع منتخب الشباب وهو لاعب ماجد هاني. ماجد هاني اللي ما أخدش فرصة مع نادي الزمالك الفرصة الكاملة يعني. انتقل لنادي بلدية المحلة. وستشاهدون ماجد هاني طبعا في الموسم القادم. أكثر من لاعب مميز لازم نلفت الأنظار ونتكلم عنه. كرة من الناحية اليسرى. مرور من الناحية اليسرى. انطلاقة بلال خطيرة خطيرة ولكن مرة تاني فيها مخالفة بقى للمنتخب الروسي. هنا بلال أب 30. أدي كرة والانطلاقة. محمد شحاتة خدها إزاي وبقى هنا إزاي. انطلاقة موجودة ولكن مرة تاني هنا بقى في ضربة حرة. حاول يشتغل فردي محمد شحاتة ولكن الكرة في الأخير لضربة حرة مباشرة لمنتخب روسيا. شوف الكرة اللي فاتت استخدم ايديه فبالتالي مخالفة يشير لها الكابتن ابراهيم على اللاعب الثاني اللي هتتمرر له الكورة. ده مهم ان انت كده بتخنق اللاعب اللي قدامك وبيضطر يلعب الكورة زي دي. يلعب الكورة الطويلة فبالتالي في متناولك تمسك الكورة كحارس مرمى او تقطعها كمدافع. يغير اللعبة فيها الناحية اليسرى. حاتم سكر ترويض بالقدم اليسرى مفيش اجمل من كده. يرجع مرة ثانية في تمريرة في وسط الملعب عند محمود صابر. محمود صابر بالكرة الأمامية بالقدم اليمنى. يا سلام يا سلام. يلعب الكرة على طول عند أحمد عيد. ممكن العرضية خطيرة خطيرة ولكن يبعد على طول من خط الدفاع من اللاعب ألكساندرو فيكتور. كل الكرات العرضية أو الأرضية اللي بتتلعب عملية البناء في انتظار عملية التطوير. كرة للأمام. تعود الكرة من جديد. يا سلام يا شحاتة. يقطع مشوار. حلوة التمريرة حلوة الكرة لصابر. خطيرة خطيرة خطيرة. ممكن تسديد ولكن زقها الزقة الأخيرة دي زقة في الناحية اليسرى. على طول الكرة عند خلوزوفيتش دانييل. أو مرة تانية عند ألكساندرو فيكتور. أكتر من لمس الكورة في منتخب روسيا هو اللاعب ده نمرة 2 فيكتور ألكساندروف. بالكعب. يا سلام على الخروج بالكورة بشكل سليم. خلي بالك من الطرف الأيمن ولكن أقرب حاتم سكر ولكن مرور جيد في الناحية اليمنى على طول كرافيتسوف كيريل. يلعب العرضية. خلي بالك خلي بالك في هنا دربكة في الكورة اللي فاتت ما يلحقهاش والكورة في الأخير تخرج لركنية لصالح المنتخب الروسي من الناحية اليمنى. مع واحد. وهنا بقى مخالفة من الناحية اليمنى. نمرة 31 جلاديشيف ياروسلاف هو اللي يلعب الكرة. يلعب العرضية. خلي بالك خطيرة خطيرة ولكن رأسية اصطدمت الكرة في رأس أحمد عيد. لسه الرأسية وإبعاد. يلا بقى المرتدة. يلا السرعات أحمد عيد يقطع مشوار في شد هنا شد هنا. دي هتبقى مصحوبة بإنذار بكل تأكيد. أكيد معاها إنذار دي. أكيد معاها إنذار على نمرة 18 وإنذار على أحمد عيد. ترجع الكرة مرة ثانية من الناحية اليمنى عند كرافيتسوف كيريل. هذه الكرة للأمام. نخلي بالنا من الكرات دي نخلي بالنا من الكرات دي. عرضية. خلي بالك ولكن محمد طارق على طول يطلع الكرة. حلوة العرضية وحلو الإبعاد بالقدم اليمنى من محمد طارق. شوف مين اللي كان رايح. هو اللاعب نمرة 29 اللي كنت بتكلم عنه موسى يف تامرلان. جاية من موسى وتامر. موسى يف تامرلان. هنا بقى الكرة رايق قوي بلال. وهنا بقى صفارة حكم اللقاء الكابتن ابراهيم نور الدين بنهاية الشوط الأول. منتخبنا الأولمبي متقدم بنتيجة 1-0 على منتخب روسيا للمحليين. منتخبنا الأولمبي ومنتخب روسيا للمحليين. منتخبنا متقدم متفوق مسيطر
يريد الهدف الثاني وكلنا عايزين الهدف الثاني. انطلقت الان احداث الشوط الثاني والكره دلوقتي عند حارس المرمى محمد السيد. محمد السيد خلي بالك خلي بالك خلي بالك، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن، هدف التعادل، هدف التعادل بعد خطا من حارس المرمى محمد السيد. يسجل المنتخب الروسي الهدف الاول ويعود في المباراه ويتعادل في هذه المباراه بعد خطا كان موجود من محمد السيد. ادي الاعاده امام حضراتكم، استلام مش افضل حاجه فبالتالي خطفها في اللقطة اللي فاتت وسجل نمرة 45 اللاعب أول لمسة ستيبان أوغانيسيان الهدف الأول لمنتخب روسيا. ولكن ماشي عادي بتحصل، مش مشكلة يا محمد يا سيد، مش مشكلة، الكل بيخطأ، الكل بيخطأ في حراسة المرمى سواء في أي مركز، ما فيش مشكلة، لسه في وقت نعوض، لسه في وقت نسجل التاني ونتقدم من جديد. يتعادل المنتخب الروسي ويسجل عن طريق نمرة 45 ده سالتيكوف انكيتا، خلي بالك منه، نمرة 48، كورة من الناحية اليسرى خطيرة، عرضية أرضية، خلي بالك ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل، تسديدة على طول بالقدم اليمنى والكورة خارج أرض الملعب لضربة مرمى لمصلحة منتخبنا. في يعني قلة التركيز، في توتر، شوف الكورة اللي فاتت دي تعدي ازاي وتمشي ازاي، عدت على خير. يعني في تنشيط كبير جدا من البدلاء، لاعب ياروسلاف نمره 5 او لاعب عفوا ستيبان يلعب الكوره من الناحيه اليسرى، انطلاقه دي خطيره ممكن يبقى فيها كلام، علي يلعب الكوره حلوه 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 في منطقه الجزاء، ممكن استنى 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 لسه كتير، مصطفى سعد ميسي استنى كتير، وقفت الكوره تحت رجليه حاول يسيطر عليها من جديد ولكن على طول خط الدفاع رجع وسيطر وقطع الكوره. في وسط الملعب تمرين المنتخب الروسي، نقلة والتانية والتالتة، خلي بالك خلي بالك ايه المساحات دي، واحد واثنين، يطلع حارس المرمى على طول يمسك كورته محمد السيد او علي زعزع او عبد الرحمن عاطف اجويرو ومصطفى سعد ميسي ومحمد حمدي. ترجع الكورة مرة تانية، ادي عبد الرحمن عاطف يضغط 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 والكورة، طب ايه الكورة اللي فاتت دي، تدخل كان موجود من اللاعب ليتفنوف واعتقد معاه انذار، مظبوط الكلام، ادي الكرة اللي فاتت دي، شوف 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 المرفق، شوف الكوع، حاول ان هو يخطف الكرة عبد الرحمن عاطف اجويرو وعلى طول تعرض له كده اللاعب ليتفنوف هياتشيسلاف في الكرة اللي فاتت عبد الرحمن عاطف. مخالفة لمنتخبنا ديال محمود صابر، هو محمود صابر اوغانيسيان، وادي الكرة ترجع عند خط الدفاع، مغرب بتعمل ايه يا مغربي، مش ممكن مش ممكن، ادي الانطلاقه ادي الانطلاقه الهجمه المرتده، موسايفا تامرلان يلعب الكوره التمريره، اخطاء الحقيقه يعني غريبه، في اخطاء وارده ولكن اخطاء زي دي غريبه ما ينفعش تطلع، كره على طول من الناحيه اليمنى عند سالتيكوف انكيتا، يرجع مره ثانيه. الحقيقه تبديلات فاليري كابرن غيرت كتير، تبديلات المدير الفني للمنتخب الروسي غيرت كتير جدا جدا جدا. في وسط الملعب تمريره والثانيه، خلي بالك خلي بالك، ايه الحكايه ايه الحكايه، ادي العرضيه ولكن حارس المرمى يصد، خبر ابيض على الكوره اللي فاتت، اتلعبت كوره عرضيه ارضيه ولكن حارس المرمى قرر محمد السيد ان هو كان يتوقعها عرضيه، ولكن شوف فجأة ازاي، شوف فجأة ازاي، اوه اوه ركنيه، شوف ده اللي بتكلم عنه، لازم يبقى عندك حس، لازم يبقى عندك احساس باتجاه الكوره هتتلعب ازاي، كوره زي دي كان ممكن تباغت محمد السيد تدخل المرمى، ركنيه لصالح محمد سيد عبد النبي، حاولت الخروج بالكوره، المنتخب الروسي خانق لاعبتنا الحقيقه، يا سلام على الكعب يا سلام على الكعب، تسديده ولكن تصدي رائع من محمد السيد، تسديده كانت من اللاعب سالتيكوف انكيتا ولكن محمد السيد يطير ويبعد الكورة، الكعب جميل والتسديدة أجمل ولكن التصدي أحلى وأروع وأجمل، شوف الكورة اللي فاتت والتسديدة بالقدم اليمنى ولكن يطير محمد السيد بشكل كويس ويطلع الكورة. نخلي بالنا نخلي بالنا يا شباب، لو سجل المنتخب الروسي هدف تاني الأمور هتتصعب، عشان دلوقتي دي ممكن فرصة، يلعب الكورة عبد الرحمن عاطف أجويرو
يرجع من جديد كوكا في تغيير لعبه. يا سلام على الرؤيه الجميله، ترويج من علي زعزع يطلع على طول، كان ممكن حلوه الكوره، محمد صابر يسدد، خطيره 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 خطيره. يا سلام يا محمود يا صابر، يا سلام يا محمود يا صابر على التسديده وعلى القطمه الحلوه والتسديده الاحلى، ولكن في ايدي حارس المرمى ستانيسلاف. دي الكره المنظمه الوحيده لمنتخبنا في الشوط الثاني، تيك تاك، تمريرات، مرور رائع، تسديده اروع. اوه دي محمود صابر واستريح، ادي محمود مع الكره، عايز يلعب عرضيه، يلعب عرضيه لبره لبره لبره، خطيره، مش ممكن مش ممكن، وصلت لمصطفى سعد ولكن هو ما توقعهاش، هو تفاجأ بالكره وهي بتصطدم بقدم اليمنى. شوف الكره عدت من الحارس، على فكره عدت من الحارس، مش ممكن يا مصطفى يا سعد، هو متوقعهاش، هو لو كان واخد وضع التسديد كان ممكن، بس المس هوجهها المرمى، بس المس هوجهها في المرمى. بدأ منتخب، وادي هنا قلت لك الكوره بالقدم ضعيفه جدا عند المنتخب الروسي، عند لاعبي المنتخب الروسي، الخروج بالكره بالقدم، اضغط بقى دلوقتي، اضغط ضغط ايجابي، هيخطأ، ادي ده اللي بتكلم عنه، سيخطئ امامك، ادي عبد الرحمن عاطف يحاول، ولكن الكوره في ايدي حارس المرمى ستانيسلاف، ده اللي بتكلم عنه. ما تديش الفرصة للاعب انه يبني الكورة برجله عشان هو ضعيف جدا فيه. انت ضغطت استخلصت الكورة، الحارس اخطأ، فبالتالي كان ممكن تسجل. ادي الخطأ، وادي الكورة، وادي الكورة، وادي الانطلاقة، وادي الكورة والانطلاقة لمنتخب الروسي. خلي بالك من فلاتسلاف، فلاتسلاف يلعب العرضية، خلي بالك من منطقة الجزاء التسديدة، ولكن اصطدمت الكورة في وجهه، خلي بالك، ألف سلامة، ألف سلامة. اصطدمت الكورة في وجه اللاعب، فلازم نوقف اللعب عشان نطمئن عليه. محمد سمير، شوف الكرة اللي فاتت دي، او اللاعب مصطفى اشرف، الف سلامة يا مصطفى. الكرة اللي فاتت اصطدمت في وجه اللاعب مصطفى اشرف، بس اعتقد لمحمد حمدي في فكرة ما بينه وما بين محمد حمدي، هتتلعب ازاي مش عارف. ادي محمد حمدي يلعبها مباشرة على المرمى، ولكن انا سمعت صوت القائم، انا سمعت صوت القائم ما شفتوش، ولكن واضح ان الكورة خرجت لضربة، مظبوط الكلام، ادي الاعادة شايفينها اهو، محمد حمدي لعبها على طول في القائم، مظبوط الكلام، خطيرة خطيرة خطيرة، كان ممكن محمد حمدي يحطها في المرمى، ولكن القائم يتدخل والكورة في الأخير خارج أرض الملعب. أوه لو كان سجلها محمد حمدي، قلت لك تسديداته ممتازة، عرضياته ممتازة، رؤيته رائعة، عرضياته رائعة، رائع جدا محمد حمدي، ولكن القائم يتعاطف مع المنتخب الروسي زي ما تعاطف معنا بالظبط. ترجع مرة تانية كورة محمد حمدي، عمر فايد، تغيير لعبة في أنحاء اليمنى، آخر الهجمات، آخر اللحظات، هل تكون كرة الهدف الثاني ولا ايه؟ ادي تغيير لعب، يا سلام يا سلام علي، جول جول جول، لا 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 لا، مش ممكن، درس مرة ثانية، ولكن الحارس يتألق ويبعد الكرة بعد عرضية ممتازة، استلام ممتاز، تسديدة رائعة، ولكن الحارس كان أروع. يا سلام على الكرة اللي فاتت، يا خسارة، دي الهجمة اللي اتقال عليها يا خسارة من علي زعزع، كان ممكن تكون كرة الهدف الثاني. منتخبنا استفاق متأخرا، ولكن حارس المرمى كان متألقا. تعود الكرة مرة تانية، اضغط اضغط، لسه في وقت، اضغط، هتستخلص الكرة، هتستخلص الكرة، تعود من جديد للمنتخب الروسي، ادي التشتيت من محمد حمدي، رأسية، تعود من جديد احمد سيد عبد النبي، تعود مرة تانية عند محمد السيد اللي بيشتتها لقدام، فين الزميل، مرة تانية الكرة لقدام، رامي التماس لمنتخبنا، رامي التماس لمنتخبنا من انا حال يومنا. لو كرة علي زعزع سجلت، على الاستلام الجميل يا علي، على الترويض الرائع يا علي يا زعزع، كان ممكن يكون واحد من اكتر الاهداف المكتملة الكاملة، هدف كامل. ادي علي استلم يا علي، علي يا سلام يا علي، علي زعزع مرة تانية، ممكن التاني، ممكن التاني، ممكن التاني، اتأخر كتير، اتأخرت كتير يا حبيبي. مصطفى اشرف يلعب الكرة مرة تانية، مصطفى سعد، خطيرة خطيرة خطيرة، عرضية خطيرة جدا، ممكن التاني جول، لا 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 لا، يصد ستانيسلاف، يصد ستانيسلاف وينقذ المنتخب الروسي من هزيمة، ومعاها صافرة حكم اللقاء الكابتن إبراهيم نور الدين بنهاية المباراة بتعادل إيجابي، لا غالب ولا مغلوب. وادي الإعادة الجميلة للفرصة الرائعة اللي كان ممكن منتخبنا يفرحنا ويسجل الثاني ويفوز، ولكن ما فيش مشكلة.